مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج فصول. هذه الحلقه هي بمثابه مواكبه للجدل المستعر هذه الايام في وسط النخبه اليمنيه حول مفهوم الهويه اليمنيه. وهو موضوع حساس بطبيعه الحال في هذه الاونه بسبب حساسيه المرحله التي يمر بها اليمنيون جميعا. والغرض من هذه الحلقه ليس الاصطفاف مع طرف من اطراف هذا الجدل بقدر ما هو محاوله لتعميق الطرح لدى الجميع. وتحرير هذا المفهوم من الاوهام التي تلبست به او ما نظن انها اوهام تلبست به. طبعا مع تحيزنا المبدئي بطبيعه الحال لفكره الهويه الوطنيه الجامعه. هناك مجموعه حقائق اذا عرفناها في هذا الموضوع تسهلت علينا المهمه في مقدمتها حقيقه ان مفهوم الهويه بطبيعته معقد وغير صلب يعني لا يتمتع بالثبات الطويل وليس من السهل الاتفاق على حدوده ومكوناته وخصوصا عندما يتعلق الامر او عندما يتعلق بالهويه الجماعيه. الهويه الفرديه يعني اسهل الحديث عنها اسهل واوضح واكثر ثباتا، اما الهويه الجماعيه فهي مساله اكثر تعقيدا. هويه امه او مجتمع ما هذه مساله فيها صعوبه يعني تحديدها والحديث فيها مساله يعني لا تخلو من صعوبه. هذه الحقيقه الاولى. في هذا الموضوع وثاني هذه الحقائق هي ان هذا الموضوع او هذا المفهوم مفهوم الهويه عباره عن مركب مصنوع وعباره مركب مصنوع هذه تختزل معظم مشاكله مركب يعني انه يتكون من عناصر كثيره كما سنشرح بعد قليل ومصنوع يعني انه ليس فكره ناجزة جاهزة يمكن أن نتبناها دون نقاش مثل الفكرة الدينية مثلا الفكرة الدينية مسألة ناجزة تأتي من السماء هكذا ما لناش فيها يعني ما لسنا مخولين بصناعتها لكن موضوع الهوية هذا موضوع نحن نصنعه المجتمعات هي التي أو النخب في المجتمعات هي التي على الأقل تشكل من الناحية النظرية. الإسلام بمجمله فكرا مركبا لكنها من حيث المبدأ ليست فكرا مصنوعة ولهذا لا تطرح للنقاش الاجتماعي. من حيث الأخذ يعني القبول والرد. هذه حقيقة ثانية. ثالث هذه الحقائق هي أن هناك عناصر كثيرة تصلح مبدئيا لتكون جزءا من هذا المركب المصنوع. لكن قبول بعضها في هذا المركب قد يحول النموذج الى وسيله لتمزيق المجتمع بدلا من كونها وسيله لتوحيد المجتمع والامه. كما سيتضح معنا فيما بعد. والمشكله هنا تكمن اين؟ في انه لا يوجد معيار فوقي يعني ترنسستالي متعالي يفرز هذه العناصر بحيث نقبل بعضها ونرد البعض الآخر بشكل مقنع منطقيا ما فيش معيار منطقي مقبول يمكن أن يقول هذا الجزء من المركب نقبله وهذا الجزء الآخر نرفضه ومع أنه هذه الأجزاء جميعا ذات طبيعه واحده او متشابهه اجزاء في مركب الهويه مثلا نقول هذا البعد الديني او المكون الديني مرفوض في في مجال الهويه او المكون العرقي مرفوض او المكون الثقافي مرفوض او مقبول وما شابه ذلك يعني انت عندك عده مكونات في مفهوم الهويه في مركب الهويه الجمعيه لا تستطيع ان تستبعد بعضها وتقبل بعضها بالمزاج لابد ما يكون معك معيار متعالي يعني معيار فوقي يقبله الجميع او يلزم الجميع هذه مساله غير موجوده وهذا بعد ثالث في تعقيد هذا المفهوم ولهذا يبدو مفهوم الهويه من موضوعات الفلسفه الرخوه من الموضوعات الرخوه في الفلسفه مع انه من موضوعات السياسه الملحه الضروريه وهذه مفارقه وهناك مفارقات عديده في هذا المفهوم سنكتشفها وخلال الدقائق القادمه سنحاول تحليل هذه المشكلات لتكون واضحه امام المختلفين في الساحه اليمنيه قدر الامكان، يعني حنوضحها قدر الامكان ولا ندعي اننا سنقول الكلمه الفصل في في هذا الموضوع او اننا سنغطي يعني كل مشكلات هذا الموضوع بشكل علمي وافي وانما هي مساهمه في ترقيه الحوار لا اقل ولا اكثر عاده يبدا تحليل المفاهيم الفلسفيه من مستوى المعجم اللغوي لل... للكلمه للمفهوم من معنى الكلمه في المعجم هذا في العاده وكلمه هويه في المعجم العربي اشتقت لاول مره في أوائل العصر العباسي اشتقت من كلمة هو هو وهذه مناسبة لتصحيح نطق الكلمة عند البعض لأن البعض ينطقونها بالفتح يقولون هوية وهذا غير صحيح غير دقيق الصواب هوية بالضم لأنها مشتقة كما قلت من هو وليس من هوى وكلمة هو تشير إلى شخصيه لها خصائص تميزها عن غيرها كلمه هو ضمير نشير عاده الى شخصيه اعتباريه وهذا يعني اننا لا نستطيع ان نميز الشيء ونعرفه الا من خلال مقارنته بنقائضه ما دمنا كنا شخصيه متميزه عن غيرها معناها اننا لا نستطيع ان نعرف الاشياء إلا من خلال مقارنتها بنقائضها أحمد هو أحمد لماذا؟ لأنه ليس محمد وليس علي وليس سليم وليس, وليس وليد إلى آخره فالشيء يعرف بنقائضه عندما نقول مثلا فلان مسلم كلمة مسلم هنا تعني أنه ماذا؟ أنه ليس ملحدا وليس مثلا يهوديا ولا مسيحيا ولا بوذيا إلى آخره أما لو أن كلمة مسلم تعني كل هذه المعاني لن يكون هناك وضوح في الكلام فالكلمة أي كلمة أي مفردة المفردة في اللغة تأخذ معناها من نقائضها وهذا هو ما تؤكد عليه البنيوية بشدة يعني الدراسات البنيوية في مجال اللغة هذا هو أهم مفهوم عندها مفهوم المخالفة الكلمة تأخذ دلالتها من 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 مخالفاتها في في النظام اللغوي. نظام الدلالة في الكلام يقوم أساسا على مبدأ التخالف والتناقض. الكلمة في الجملة تأخذ دلالتها وقيمتها من كونها متناقضة مع ما قبلها وما بعدها في الدلالة. تختلف يعني تختلف. مش شرط تناقض يعني لكن اختلاف. يعني كلمة أبيض لا معنى لها إلا إذا أو لا معنى لها إذا لم يكن هناك كلمات أخرى في في المعجم تناقضها مثل كلمة أسود أحمر أخضر لا يصبح هناك معنى لكلمة أبيض إلا بهذه الكلمات الأخرى التي تختلف عنها في سياقها ولذلك نقول عادة مع من يقول أنه لا يوجد ترادف في اللغة ما يسمى بظاهرة الترادف في اللغة يعني بعض العلماء يقول أن في اللغة أو في اللسان العربي مثلا أو في القرآن الكريم آه كلمات تنوب عن بعضها في المعنى هذا هو الترادف كلمات تنوب عن بعضها تحمل نفس المعنى يعني كلمة مثلا كلمة جلسة عند هؤلاء عند هذا أصحاب هذه الفئة من العلماء كلمة جلسة تحمل نفس معنى كلمة قعدة تقول قعدة أو جلسة نفس الشيء ما في فرق أبدا عندهم وهذا ده طبعا كلام غير صحيح وغير دقيق. صحيح ان المفردات في اللغه قد تتشارك جزءا من المعنى، يعني تشترك في جزء من المعنى، جزء كبير او صغير، لكنها لا تتطابق تطابقا تاما ابدا. هذا في الحقيقه يعني. يعني قد نجهل، قد يجهل العالم نفسه الفرق الدقيق في المعنى. بين كلمه واخرى هذا لا باس لا مانع ان نجهل هذه الفروق لكن لا يصح ان نبني على جهلنا بالفروق حكما غبيا كهذا انا اعتبر حكم غبي حتى لو صدر عن علماء كبار حتى لو قال به اكثر العلماء لان معرفه الفروق اللغويه يبرع فيها اشخاص موهوبون في ادراك الدلالات وان لم يكونوا علماء كبار. يعني الشعراء والادباء اصحاب الحساسيه العاليه في اللغه هم اكثر الناس خبره بدلالات الكلام ومن ثم بالفروق الدلاليه بين المفردات هم اكثر خبره من العلماء من علماء اللغه انفسهم وما لم يكن العالم اديبا حساسا موهوبا فانه سيفقد نسبه من القدرة على ادراك الفروق اللغوية والدلالات اللغوية في بين المفردات والاساليب بين المفردات والجمل فالادباء الحساسون اكثر دراية باللغة وبالفروق الدلالية من من العلماء فهناك قسم من العلماء قال ما لا يوجد ترادف وهناك قسم اخر قال لا يوجد ترادف في اللغة هذا القسم الاخير هو الادرى هو صاحب الرأي الصائب وزي ما قلت العلماء يتفاوتون في معرفة الأساليب اللغوية الأساليب اللغوية وأسرارها وهذا دليل على انه مش خلاص اذا اذا هو عالم يعني أصبح كلامه يعني حجة لا العلماء يتفاوتون في إدراك أسرار اللغة عالم مثل عبد القاهر الجرجاني مثلا صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أدرك من أسرار الأساليب العربية ما لم يدركه عالم قبل قبله والفرق بين عالم وآخر هو في هذه الملكات الخاصة إحنا استدردنا شوية لأنه كنا فايدة يعني الشيء بشيء يذكر إذا فكلمة هو تشير إلى السمات التي تخص شخصا بعينه وتميزه عن غيره وكذلك كلمه هويه كلمه هويه اللي اشتقيناها من هو هذه الكلمه تشير الى ما يخص شخصا او جماعه من السمات والخصائص الماديه والمعنويه وتميزه تميز تميزهم او تميزهما عن غيرهما سواء كان فرد او جماعه وهنا ياتي السؤال ما مكونات وعناصر الهويه الفرديه والجماعيه ما هي مكوناتها؟ ما هي عناصرها؟ مكونات الهويه ولماذا يعد مفهوم اله... مفهوم الهويه ضروريا في الحياه السياسيه والاجتماعيه اليوم؟ الجواب في الفقرات التاليه <applause> قلنا ان مفهوم الهويه يشير الى السمات والخصائص التي تميز فردا او مجتمعا عن غيره. ومن هنا تبدا اولى مشكلات هذا المفهوم، خصوصا فيما يتعلق بالهويه الجماعيه. هويه الامه والمجتمع. لان الكيان الاجتماعي الواحد قد ينطوي على مكونات فرعيه صغرى ذات خصائص يعني كما قلت خصائص فرعيه تجعل من الصعب الحديث عن مكون كلي واحد. المجتمع الواحد قد يكون لديه خصائص لكن هذه الخصائص كثيرة متشظية متفرعة الى خصائص اصغر، يعني هناك مكونات داخل المجتمع الواحد كثيرة لها هويات فرعية، وسنضرب بعد قليل مثلا او مثل يوضح هذه الفكرة بعد ان نجيب على سؤال محدد هو مما تتكون هويه اي مجتمع؟ من ايش تتكون هويه المجتمع الفلاني؟ يقال ان هويه اي امه تتكون من عناصر صلبه وعناصر معنويه. من العناصر الصلبه الاقليم الجغرافي. الاقليم الجغرافي المشترك الذي يعيش عليه او على ظهره تعيش على ظهره الجماعه هذا الجزء الصلب في في مكونات الهويه ومن العناصر المعنويه في مركب الهويه التاريخ المشترك للجماعه اللغه المشتركه الثقافه المشتركه واحيانا يقال الدين الى غير ذلك وليس هناك مانع يعني من مانع عقلي من اضافه الدين المشترك اذا طبقنا على هذا الكلام يعني اذا قلنا اذا كان المجتمع يعني غير متعدد المذاهب فهذا عنصر من العناصر اللي ممكن نتكلم عنها لانه يصبح مشكله اذا كان المجتمع متعدد الاديان وتصبح المذهب ايضا المذهب ممكن يكون من المكونات من مكونات الهويه، لكنه يصبح مشكله كما سياتي معنا اذا كان المجتمع متعدد المذاهب، يعني مثلا التشيع ليس مشكله يعني مكون من مكونات الهويه الايرانيه الى حد ما. لكن في اليمن مثلا او في العراق او في لبنان التعدد المذهبي مشكله من المشاكل التنوع المذهبي يعني يصبح المكون هنا مشكلة أكثر من كونه رابطا اجتماعيا إذا طبقنا هذا الكلام على مجتمع مثل المجتمع العراقي مثلا ما الذي يمكن أن يحدث في العراق على مستوى الإقليم الجغرافي هناك لحد الآن إقليم واحد يسمى العراق إقليم جغرافي واحد لحد الآن وهذا هو الاساس المكين الذي يحمل بقيه عناصر الهويه العراقيه. لكن على مستوى بقيه عناصر الهويه العراقيه في مشكلات. يعني على مستوى التاريخ مثلا سنجد صعوبه في الحديث عن تاريخ واحد لامه واحده متصله في العراق من الاف السنين مثلا. التاريخ مكون من مكونات الهويه لكن في العراق يصبح الحديث عن تاريخ مشترك من آلاف السنين مسأله صعبه لأن تاريخ هذا الاقليم اشبه بالطبقات الجيولوجيه لعدد من الامم ذات الاصول العرقيه المختلفه يعني في القديم كان العراق موطنا للسومريين الذين لا نعرف عن عنهم شيئا حقيقيا عن عن اصولهم شيئا حقيقيا لا نعرف من اين جاءوا ولا اين ذهبوا يعني هناك كلام الراجح عند المؤرخين اليوم ان السومريين ليسوا ساميين يعني ليسوا من ابناء منطقه شبه الجزيره العربيه قد يكونوا جاءوا من افغانستان من الهند من من مكان اخر يعني مع ان هذا يتناقض مع النظريه التي تقول ان اصل الشعوب من شبه الجزيره العربيه لكن ما علينا هذا ليس وقته الان. لكنهم لاحظوا ان السومريين كانوا قصار القامه ولهم خصائص معينه لا تتناسب مع سكان شبه الجزيره العربيه ولهذا قالوا انهم ليسوا ساميين. طبعا هناك اسباب اخرى لهذا الحكم. فاذا العراق هذا الاقليم كان في يوم من الايام وطنا لاقوام غير ساميه كالسومريين وهم مؤسسو الحضاره السومريه اول حضاره في التاريخ ربما. ثم اصبح العراق وطنا للبابليين بعد السومريين مباشره. والبابليون هم من الاقوام الساميه التي تنتمي عرقيا وثقافيا الى شبه الجزيره العربيه. بعد ذلك وفدت على العراق شعوب مختلفه لكن من داخل شبه الجزيره العربيه غالبا يعني في اغلبها من داخل شبه الجزيره العربيه. مثل العرب والفرس من خارج شبه الجزيرة العربية الفرس أيضا كان لهم وفدوا إلى هذا القطر في فترات مختلفة أيام كورش الحاكم العراقي الذي نعتقد أنه كان أنه هو نفسه ذو القرنين كورش حكم العراق وأصبح العراق جزءا من مملكته الواسعة و تعدد العرقيات هذا بطبيعه الحال كانت له مظاهر اخرى في التعدد والاختلاف على مستوى اللغه وعلى مستوى الدين وعلى مستوى الثقافه في العراق على مدى زمني طويل. ومن ثم يصعب الحديث عن تاريخ واحد وثقافه واحده لامه واحده في العراق الا على سبيل المجاز والتباهي يعني احيانا التجوز. فما بالك اذا عرفت ان التعدد في العراق قد شطر المكون الواحد احيانا على اسس دينيه ومذهبيه، يكون مثلا هناك عرقيه واحده عربيه مثلا، لكن هذه العرقيه يعني تعددت على مستوى المرجعيه الدينيه او على مستوى الهويه الدينيه وتعددت على مستوى الهويه المذهبيه احيانا. المكون الكردي في العراق مثلا قومية عرقية مستقلة لها لغتها الخاصة ومن ثم ثقافتها الخاصة الأشوريون والشيعة وإلى آخره فهذه هويات صغرى فرعية داخل هوية كلية واحدة اسمها, اسمها الهوية العراقية هل هذا يعني أنه لا يوجد في المجتمع العراقي الحالي هوية مشتركة؟ هل يعني ذلك ان المجتمع العراقي الحالي بلا هوية؟ للحديث بقيه. في نموذج العراق يتضح حجم الاشكال في مفهوم الهويه. لان الهويه الكليه تتشظى احيانا الى هويات فرعيه عديده. زي ما شفنا في النموذج العراقي. وهذا التشظي عمليا يعطل القيمه السياسيه والاجتماعيه لمفهوم الهويه وبعباره اخرى يعطل الوظيفه التي من اجلها نشا هذا المفهوم وهي وظيفه سياسيه اجتماعيه بطبيعه الحال النخب السياسيه والمثقفه تلح على مفهوم الهويه لانها تعتقد انه ضروري لتماسك الجماعه الجماعة أو الأمة التي لا يشعر أفرادها بوجود هوية مشتركة تجمعهم وتوحد رؤيتهم للماضي وللمستقبل وللحاضر وللمستقبل أيضا لا يمكنها أن ترسم صورة واضحة لمستقبلها لا يمكنها أن يكون بينها يعني اتفاق على مستقبل واحد ولا يمكنها أن تستفيد من طاقاتها بصورة صحيحة يعني فعاله بدون هذا الشعور بالهويه المشتركه لدى الافراد المجتمع الواحد بدون هذا الشعور يتحول المجتمع الى طاقات مهدره وهناك مجتمعات كثيره طاقاتها مهدره لهذا السبب نحن في اليمن طاقاتنا مهدره احد اسباب هدر الطاقه في اليمن الطاقات الاجتماعيه والفرديه وغيرها والمقدرات حتى الماديه أحد أسبابه هذا الهدر هو عدم وجود شعور كافي بالهوية اليمنية يعني الشعور والاعتزاز بهوية واحدة لدى اليمني هذا واحد من أسباب هذا التيه الذي نحن فيه والأسوأ من ذلك أن هذا المجتمع يصبح مجالا مفتوحا، أي مجتمع بلا شعور بالهوية بلا ش... بلا هوية موحدة هذا المجتمع يصبح مجالا مفتوحا لعبث القوى الخارجية الطامعة في ثرواته أو الراغبة في إضعافه لسبب من الأسباب. في الحالة اليمنية اليوم يستدعى مفهوم الهوية لهذه الأسباب الماضية، لهذه الأسباب التي ذكرناها. ولسبب آخر جديد هو مواجهة مشروع الاقليه العنصريه التي تريد الاستحواذ بالقوه على السلطه وعلى الثروه وعلى الكرامه حتى وعلى التاريخ وعلى المقدرات في اليمن وتريد تحويل الاكثريه اليمنيه المطلقه الى خدام لهذه السلاله العنصريه وحراس لمصالحها غير الشرعيه هذا داعي جديد يجعل اليمنيين اليوم يفكرون في موضوع الهويه ويتجادلون فيه هذه على الاجمال هي دواعي استدعاء مفهوم الهويه والالحاح عليه من قبل النخب المثقفه في في بعض الفترات وعندنا في اليمن هذه الايام لكن هل يعني هذا ان مفهوم الهويه مفهوم سياسي خالص يعني الجواب بطبيعه الحال لا الهويه شعور نفسي قبل ان يكون مفهوما سياسيا او مفهوما انثروبولوجيا هو مفهوم شعور نفسي وهو اذا حقق نجاحا هنا او هناك في هذا البلد او في ذاك لهذا السبب لكونه شعورا نفسيا وليس مفهوما سياسيا. اعني لكونه شعورا نفسيا في المقام الاول. والخطاب السياسي يدرك انه يستغل هذا الشعور النفسي عند الافراد عندما يحدثهم عن الهويه. واظن ان هذا الشعور هذا الشعور النفسي هو اقوى اساس لخطاب الهويه الجماعيه. يعني لفت انتباهي بهذا الخصوص حوار تلفزيوني كنت شاهدته في مقطع موجود في اليوتيوب يعني من حوار تلفزيوني قديم في قناة أمريكية مع المفكر الفلسطيني الشهير إدوارد سعيد إدوارد سعيد يقول في هذا المقطع في هذا الفيديو ها أنا ذا بيخاطب المحاور الأمريكي اللي أمامك بيقول له ها أنا ذا أعيش الآن في أمريكا منذ خمسين سنة ولا زلت أشعر بعدم الانتماء. لازال بعد هذا العمر كله عايش في امريكا لا يشعر بانه لا ينتمي الى الى امريكا والمجتمع الامريكي يقول هذا مع ان ادوارد سعيد ديانه مسيحيه هو مسيحي مثل الامريكيين ومع انه من اشهر مفكري ما بعد الحداثه في امريكا وفي الغرب ومع انه يعني ثقافته تكاد تكون امريكيه يعني يكاد يكون اجنبي غربي ومع انه يدرس في الجامعات الامريكيه والغربيه. طيب، ما الذي يجعل شخصا كهذا لا يشعر بالانتماء للمجتمع الامريكي؟ ولماذا ظل يشعر انه فلسطيني عربي على الرغم من انه لم يعش في فلسطين ولا في المنطقه العربيه الا سنوات معدوده؟ هذا الذي لفت انتباهي في موضوع ادوارد سعيد. وخلاني أقول وغيره طبعا أنه موضوع الهوية موضوع نفسي شعور نفسي قبل أن يكون موضوع سياسي ومفهوم سياسي وهذا هو ما أعنيه بالقول أنه شعور نفسي قبل أن يكون موضوعا للسياسة والثقافة بسبب هذه الطبيعة المنطقية الرخوة لمفهوم الهوية يعني هي طبيعة الرخوة من الناحية المنطقية بسبب هذه الطبيعة الرخوة يعتقد البعض ان الهويه الجماعيه مجرد وه ما في شيء اسمه هويه جماعيه لانه داخل المجتمع الواحد هناك هويات بلا حصر وما نقدرش نضبط الناس تحت عناوين ثابته فهذا مفهوم مجرد وهم هناك من يظن ذلك يقول لك تاريخ المجتمعات متغير واحيانا غير واضح وثقافتها متحوله كل عصر، كل فترة وفي ثقافة جديدة. وقد ينتقل المجتمع الواحد من النقيض إلى النقيض. سواء في الدين أو في الثقافة أو في غيرها. فكيف تتحدثون عن الهوية؟ عن عن هوية مشتركة واحدة؟ هذا يعني أننا أمام مكونات رخوة غير صلبة لا تصلح للإدعاء بوجود هوية ثابتة مشتركة لمجتمع واحد على مدى طويل. وغالبا ما يأتي هذا الكلام من من فئتين متناقضتين بطبيعتهما الى حد كبير. الفئه الاولى ترفع رايه الدين. والثانيه ترفع رايه الليبراليه العلمانيه يعني النقيض. طيب ما الذي جمع الشامي على المغربي كما يقولون؟ كما يقول المثل، لماذا قد يشكك هذان الطرفان او هاتان الفئتان المتناقضتان في مفهوم الهويه في جدواها أو في جدوى هذا المفهوم هذا في الحقيقة يكشف جانبا آخر من جوانب الضعف في هذا المفهوم فهو بهذه الحالة لا يحظى باهتمام الجميع ولا يحظى بإجماعهم أو لا يحظى باحترام الجميع أما لماذا لماذا يقلل من شأنه من شأن هذا المفهوم بعض المتدينين الفئة الأولى يعني وبعض الليبراليين الفئه الثانيه فهذا راجع لطبيعه العقيده التي يتبناها كل كل منهما الطرف المتدين تدينا تقليديا لا يقبل اي مفهوم الا بختم النسر بعباره الاخوه المصريين يقول لك الورقه هذه مش رسميه لان ما فيهاش ختم النسر المتدينون ما يقبلوش اي مفهوم الا بختم النسر لكن ختم النسر هنا ما هو؟ هو ختم الاسلام يعني لابد ما يكون في تأصيل شرعي. المتدينون يقولون لك هويتنا هي الإسلام. هويتنا في الإسلام هي عقيدتنا فقط. وليس هناك اعتبار حقيقي للعرق مثلا أو للتاريخ أو للثقافة أو ما شابه ذلك. نحن المسلمون أمة واحدة بغض النظر عن اختلاف أعراقنا وثقافاتنا ولغاتنا. اليمني زي السعودي زي التركي زي الباكستاني كلنا زي بعض أمة واحدة وهوية واحدة هكذا المتدين يقول وقد يبالغ بعضهم ويقول أنه أي عنوان غير الإسلام هو عنوان جاهلي أي شعار غير شعار الإسلام هو شعار جاهلي هذا منطق الطرف الإسلامي التقليدي أما منطق الطرف الليبرالي العلماني وخصوصاً إذا كان هذا العلماني متأثر بفكر ما بعد الحداثة ومرحلة السيولة في الأفكار فهو ينطلق من اعتقاده أن عامة المفاهيم الفلسفية لا لا تتسم بالصلابة والثبات عادة يعني مثقفو ما بعد الحداثة عصر ما بعد الحداثة في الغرب وذرياتهم في المجتمعات العربية والإسلامية يعني معجبيهم وامتداداتهم الثقافية عندنا هؤلاء يعتقدون أنه لا يوجد مفهوم صلب كل المفاهيم التي نعتقد أنها صلبة هي في الحقيقة مفاهيم رخوة سواء كان مفهوم الدين أو مفهوم الوطنية أو مفهوم مش عارف إيش والعجيب أنه إنه كثير من من يعلنون ذلك في مجتمعاتنا العربية من المتأثرين بالثقافة الغربية تأثراً يعني شديداً هؤلاء لا يلاحظون مثلاً انه الافراد في المجتمعات الغربيه شديدو التمسك بالهويه الوطنيه يعني في مجتمعات مش راضيه تندمج مع في دول في دول مثل مثل علبه الكبريت في اوروبا ما لهاش لازمه في بهذا المساحه المحدوده كان المفروض تندمج مع دول اخرى ما المانع من اندماج بلجيكا مع هولندا مع سويسرا مع هذه يقول لك الهويه انا عندي هويه مختلفه طيب اذا في اعتبار للهويه عندهم شديد مع انه ثقافتهم النظريه يعني بتقول لك ما فيش مفاهيم صلبه، طيب ما هذا مفهوم صلب عندكم عمليا هذا مفهوم صلب. فهذا فه النوع من المثقفين يقول لك لا يوجد صلابه في الافكار ولا ثبات في الافكار، هناك حاله سيوله، العالم كله في حاله سيوله. وعاده مرجعيه المثقف الليبرالي النهائيه هي المنطق على المستوى النظري. هي المنطق المتماسك هذا إذا أحسن الظن به هذه هذه أو على الأقل هذه المرجعية المعلنة له وإن كان تحقيق الـ يعني تحقيق اللذة هو المرجعية النهائية لهذا النوع من المثقفين في نهاية من الناحية الواقعية المرجعية النهائية لهذا النوع من المثقفين الليبراليين العلمانيين هو تحقيق اللذة لما تجي تفحص ما هو المعيار النهائي أو المرجعية النهائية لهذا المثقف في حياته لا تجد الا اللذه، تحقيق اللذه، لانه ما في مرجعياتنا صلبه. كل شيء عنده سايح سائل. الدين مفهوم سائل، الوطنيه مفهوم سائل، الثقافه مفهوم سائل الى الى اخره. وطبعا يعني احنا بنحاول نوضح يعني ما لا نصدر احكام الان، انا لا اصدر احكام، لكن لو سلمنا جدلا بان مرجعيته هذا الليبرالي هي المنطق الصلب فإن مفهوم مفهوم الهوية من وجهة نظره لا يمتلك قواما صلبا ثابتا يجعله جديرا بالتعصب والتضحية مثلا يقول لك أنا ليش أتعصب للهوية هذه ومفهوم سايح سائل لا يتمتع بالثبات ومع ذلك لا يستطيع هذا الليبرالي العلماني الاستغناء عن هذا المفهوم في مجال السياسة تحديدا يعني لو قدر له ان يكون رجلا رجل سياسه حيتمسك بموضوع الهويه هذا. ولهذا ستجد مفكرا في حجم صامويل هنتنجتون هذا المفكر الامريكي الكبير يمكن يكون يكاد يكون بجانب برجنسكي رقم واحد في امريكا في الفكر السياسي تحديدا. واحد مثل هنتنجتون هذا الف كتابا مهما بعنوان من نحن؟ سؤال للأمريكيين من نحن يناقش فيه بتوسع مفهوم الهوية الأمريكية وانت تقرأ الكتاب تستشعر أن الرجل يستشعر الخطر الخطر العظيم على مستقبل أمريكا يقول لك نحن أمام خطر عظيم نحن الأمريكان إذا لم نجب على هذا السؤال من نحن يعني سؤال الهوية يعني إذا لم نحدد هويتنا بشكل واضح نحن الأمريكان فمستقبل امريكا يعني في في خطر. اذا هذا المفهوم من ناحيه مهم جدا وملح جدا على المستوى السياسي لكنه على مستوى البنيه الفلسفيه هش ومرن او رخو جدا وهذه مفارقه كما قلت يعني عجيبه. اذا فما يميز مفهوم الهويه الجماعيه هو هذه المفارقه العجيبه بين كونه مفهوما رخوا من ناحيه وكونه ضروره سياسيه من ناحيه اخرى او سياسيه واجتماعيه واقصد بعباره ضروره اجتماعيه ان الدوله قد تكون مهدده بالتفكك والزوال اذا لم يتمكن المجتمع من الاجابه على سؤال الهويه هذا بصوره واضحه او بالاحرى اذا لم لم تكن له هويه واضحه هذا المجتمع، وهذا هو الذي جعل بعض او جعل بعض المفكرين الامريكيين يقول ان امريكا كما قلت دوله مصيرها التفكك. هناك من من تنبا بتفكك الدوله الامريكيه ليس بسبب الضعف المادي او العسكري لامريكا بل بسبب عدم وجود لحمه بين مكونات المجتمع الامريكي. بعباره اخرى بسبب غياب الهويه الجامعه لمكونات المجتمع الامريكي هناك امريكيون من منذ التسعينيات توقعوا تفكك الولايات المتحده ووضعوا تاريخا محددا لنهايتها يعني وضعوا التاريخ هو العام 2025 قالوا اذا وصلنا العام 2025 وامريكا ما زالت هي امريكا الان فنحن من المحظوظين واذا لم تتفكك على الاقل سيحدث تغيير جوهري عميق داخل امريكا نتيجة مخاوف البيض الامريكان مخاوفهم من ماذا؟ من اضمحلال سيطرتهم على امريكا بسبب المهاجرين والوافدين من امريكا اللاتينيه واماكن اخرى ويبدو ان صعود ترامب في الفتره الماضيه كان تعبيرا حقيقيا عن هذه المخاوف ويبدو ايضا ان هذه المخاوف مستمره وستكون مصدرا لظهور جماعات يمينية بيضاء متطرفة في امريكا تعادي المهاجرين وتفرض سياسات جديده للدوله ولعل هذا هو معنى التغيير الجوهري الذي سيحدث الشاهد في هذا ان المجتمعات اي مجتمعات قد تهمل موضوع الهويه هذا فتره من الزمن ثم تستدعيه عندما تشعر بالخطر وهذا هو ما يحدث معنا في اليمن في هذه الفترة. لكن المشكلة في في الجدل المحتدم بين النخب اليمنية اليوم هو انه حتى الآن وفي الغالب هذا الجدل لا يقوم على تأصيل علمي رصين من مختلف الأطراف. يعني هناك طرح جاد، نعم، لكنه يتسم بكثير من الشجن العاطفي وتنقصه الرصانة العلمية أحيانا يعني هذا تقديري قد أكون مخطئا والمفاهيم التي لا يتم تأصيلها بصورة علمية محكمة في البدايات في بدايات التأسيس هذه المفاهيم قد تموت متأثرة بغبائها كما قال ربما عادل إمام أو سمير غانم قد تموت الفكرة متأثرة بغبائها إذا لم يتم تأصيلها من البداية تأصيل علمي ناضج رصين صلب أو تعيش هذه الفكرة في حالة إعاقة دائمة تصبح فكرة معاقة ومعيقة بطبيعة الحال الأفكار المعاقة هي معيقة اجتماعيا يعني تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي عن مشكلات النحو العربي وكيف أن الأخطاء التي رافقت تأسيسه وتأصيله في البداية قد تسببت لاحقا في تعقيد هذا العلم وتسببت من ثم في حرمان الفكر العربي من 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 خير كثير وأخشى أن يحدث لمفهوم الهوية اليمنية ما حدث للنحو العربي لأنه دوافع تأسي دوافع التأسيس في الحالتين متشابهة في النحو العربي وفي الهوية اليمنية دوافع تأسيس المفهوم يعني النحو العربي زمان تأسس لدواعي تعليمية لا علمية كما قلنا كان عبارة عن ردة فعل على ظاهرة زمنية ظهرت في بداية العصر العباسي هي ظاهرة اللحن يعني النطق غير السليم لأواخر الكلمات أو للكلمات واليوم الهوية اليمنية يعني يعاد تأسيسها اليوم لدوافع غير علمية هي الدوافع هي الآن ردة فعل تجاه حركة عنصرية تريد اخضاع الاكثرية المطلقة من اليمنيين بالقوة كما قلنا اخضاع هذه الاكثرية اليمنية اخضاعها بالقوة والسيطرة على مقدراتها وعلى كرامتها وعلى عقلها وتاريخها الى اخره وطبعا من حق اليمنيين ان ان يردوا على هذا التوحش هذا التوحش الذي ليس له مثيل انا لا لا اعرف حركة أو نموذج سياسي يشبه في مستوى القبح الحالة الإمامية في اليمن، أنا لا أعرف بالفعل يعني ما لا أبالغ يعني وإنما أقول لا أعرف لأنه كلما قارنت بنموذج من النازية إلى 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 كل النماذج التاريخية اللي نعرفها في يعني نماذج سياسية قبيحة لا أجد هناك نموذجاً واحد أعلى من النموذج أو حتى يكاربه من النموذج الإمامي في اليمن وكانه يكاد يكون يعني كان الله اراد ان يكون هذا النموذج هو النموذج المثالي في القبح الذي يقاس عليه في التاريخ فهو بالفعل من حق اليمنيين ان يفكروا في رده فعل عنيفه تجاه هذا التوحش الامامي لكن يعني انا افضل ردود الفعل تلك التي تتسم بالدوام والثبات والفاعليه. ولا يمكن ان يكون هناك رده فعل تتسم بهذا الا اذا كانت علميه منهجيه. التفكير المنهجي بركاته ونتائجه ادوم وافضل لمجتمعاتنا من التفكير الانفعالي الاني كما اقول. ودائما اضرب المثل بالمجتمع الانجليزي اللي هو مجتمع بارد جدا من ناحيه العواطف لكنه مجتمع يدرس كل صغيره وكبيره مجتمع تستطيع ان تثق فيه يعني لانه يتبنى المنهج العلمي في تسيير في تسيير اموره وفي التخطيط لمصيره هذا ما اقصده اختم هذه الحلقه بملاحظتين اهديهما لحركه الاكيال اليمنيين التي نعول عليها استعاده الذات اليمنيه الحره قد اكون في, هات في هاتين الملاحظتين مصيبا وقد اكون مخطئا وفي الحاله لا مشكله لان الهدف كما قلت هو اثراء الموضوع بالنقاش الملاحظه الاولى هي أن حركة الأكيال في اليمن تعول كثيرا على حجة التاريخ في تأصيل الهوية اليمنية يعني هناك حديث دائم ومستمر عن الحضارة اليمنية العريقة عن أعلام هذه الحضارة عن رموز هذه الحضارة وفضائل هذه الحضارة وعبقريتها الخاصة إلى آخره وهذا أمر عيب فيه من حيث المبدأ لولا أن البعض قد فتح باب المزاد واسعا امام الادعاءات التاريخيه غير المبرهنه. يعني لدينا مزاد في الادعاءات التاريخيه غير المبرهنه. ادم هبط في اليمن، جبل الجودي التي رست عليه الذي رست عليه سفينه نوح موجود في نهم بنو اسرائيل عاشوا في محافظه تعز، التوراه خرجت من اليمن، ذو القرنين ملك يمني الابجديه اخترعت في اليمن وما شابه ذلك من الاحكام والادعاءات التي نطلقها بناء على اما تاويلات قاصره قراءات قاصره وتاويلات منهجيه قاصره او على اراء يعني شاذه او غير مؤصله قيلت في هذا الكتاب او ذاك وخصوصا الكتب القديمة التي كتبت في بدايات القرن العشرين قبل أن ينضج البحث الأيركولوجي البحث الآثاري يعني هذه الادعاءات غير المبرهنة كما يفعل فاضل الربيعي وغيره من المؤرخين أو مش مؤرخين يعني من الكتاب هذه الادعاءات غير المبرهنة سرعان ما تسقط عند أول محاكمة علمية رصينة ان لم يكن اليوم فغدا. وستضعنا في حرج امام الوسط العلمي. يعني لا باس ان تكون موضوعات هذه الموضوعات للنقاش للنقاش العلمي لا مشكله. وما صمد منها امام المحاكمه المنهجيه يمكنه ان يبقى وان ينضم الى مكونات الهويه التاريخيه اليمنيه لا باس لا مشكله، لكن قبل ذلك من الصعب أن يعني نطلق الادعاءات بهذا الشكل غير العلمي، وألفت انتباه السادة الأكيال إلى أن السلاليين من من جهتهم قد يدخلون الحلبة حلبة التاريخ بهذه الطريقة ويستخرجون ادعاءات مضادة أو تناسبهم يعني، يعني قد يفاجئونك مثلا بالقول أنه أجداد النبي إبراهيم أنتم بتقولوا إحنا مش يمنيين؟ طب تعال أنا عندي مؤرخ أو كاتب يقول إن أجداد النبي إبراهيم قد خرجوا من الظالع ما هو الكاتب المصري سيد القمني قال ذلك أو من الجنوب على الأقل إن لم يكن من الظالع فحيكون لك هذا السلالية إحنا برضو يمنيين ما إحناش يعني أجانب مثل ما بتصورون ومن ثم فجميع السلاليين في العالم سينتسبون الى اليمن بهذه الطريقه اذا صحت نظريه سيد القمني ما يبقاش وافدين اذا كان العمليه هكذا يعني اذا اذا مع التاريخ بهذه البساطه يعني وبهذه وبهذا الاسلوب غير المنهجي ف لك عندك السلاليين السلاليون في العالم كله حيصبحوا يمنيين واذا اضفنا اليهم بني بني اسرائيل كما يدعي فاضل الربيع وغيره تصبح اليمن هي موطن أسوأ الحركات العنصرية في التاريخ وبهذا سيسيطر السلاليون على التاريخ والتاريخ الديني أيضا ومن غالبك بالدين غلبك الشاهد أن الهوية اليمنية لا تحتاج إلى مثل هذه الادعاءات غير المبرهنة يكفيها يكفيها الحقيقة التاريخية والحقيقة العلمية والحقيقة والحقيقة الثقافية الحقائق الثقافية يكفينا ذلك وهي كثيرة وعظيمة هذه ملاحظة الملاحظة الثانية لها صلة طبعا بالأولى قلت في البداية إنه لا ينبغي أن نعول على حجة التاريخ وكأنها الحجة الأساسية ولا ينبغي أن يكون الحديث عن الهوية من باب رد الفعل رد الفعل العاطفي تجاه حركة عنصرية مقيتة بل ينبغي أن يكون الحديث عن الهوية استجابة لحاجة يمنية ملحة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل يعني ينبغي أن نفكر في موضوع الهوية من ناحية التفكير في مصيرنا في الحاضر وفي المستقبل كأمة تضم مكونات عديدة وهي تحديات كثيرة جزء من هذه التحديات هو هذه النزعة السلالية والعنصرية لدى هذه الفئه الإماميه هذا جزء من التحديات وليس كل التحديات ومن ثم ينبغي ان نتبنى وان نبلور نظريه اوسع من هذه من ردود الافعال الآنيه يحتاج اليمنيون لبلورة هويه جامعه تواجه بذكاء واقتدار مخاطر الهويات الفرعيه الصغيره وتعمل في نفس الوقت على لملمة شتات الطاقات اليمنيه باتجاه المستقبل مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه نرجو ان نلقاكم في حلقه قادمه في امان الله